إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، فإن يوم القيامة يوم عظيم ويوم مهول، ويوم يجمع الله عز وجل فيه الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. وذلكم اليوم هو يوم الجزاء على الأعمال، فالله جل وعلا وعد الناس بجمعهم في ذلك اليوم لمحاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وقال جل وعلا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وذلك اليوم يا معشر المسلمين سماه الله عز وجل بأسماء عديدة ووصفه بأوصاف كثيرة، كل اسم منها وكل صفة تدل على معنى عظيم، وتدل على أمور وأحداث تكون في ذلك اليوم. فكل اسم له معنى وله مدلول يدل على ما يقع فيه ويحدث. وقد وردت تلك الأسماء الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الأسماء التي سمى الله عز وجل بها يوم القيامة يوم الحسرة. يوم الحسرة هذا اسم من أسماء يوم القيامة، وهو اسم له مدلول وله معاني تدل على أشياء وحوادث تقع في ذلك اليوم المهيل. ونقف بعض الوقفات مع هذا الاسم من أسماء يوم القيامة
وشيء مما يهدف إليه ويدل عليه. لنأخذ شيئا من العظات والعبر في هذا الأمر، فنقول مستعينين بالله: إن الله عز وجل سمى يوم القيامة بيوم الحسرة في كتابه الكريم، فقال الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأنذرهم يوم الحسرة، أنذر يا أيها الرسول، أنذر عبادي يوم الحسرة، أنذر أمتك يوم الحسرة، أنذرهم منه، خوفهم منه، ذكرهم به، وأنذرهم يوم الحسرة. ولماذا سمي ذلك اليوم بيوم الحسرة؟ ولماذا أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينذرنا من يوم الحسرة؟ وما الذي يدل عليه هذا الاسم وأنذرهم يوم الحسرة؟ إن الحسرة تعني شدة الندم والتلهف والتأسف على ما مضى، هذا معنى الحسرة، وهو أمر معلوم لدى الجميع. يقول أحدهم فلان يتحسر على كذا، أي يتندم ندما شديدا ويتلهف على أمر عظيم وقع به ونزل، فهو يتجرع تبعاته وشدائده فهو يتحسر لذلك. ولكن لا تقارن حسرة الدنيا بل حسراتها بحسرة واحدة من حسرات يوم الحسرة. فالدنيا يتقلب فيها الإنسان ما بين فرح وحزن، ما بين شدة ورخاء، لكن يوم القيامة يوم الحسرة إذا وقع بالإنسان حسرة لا يمكنه أن يتداركها. في الدنيا يمكن أن يتدارك ما يتدارك، ويمكن أن يعوض عما فاته من الأمور التي يتحسر عليها بأمور أعلى منها وأرفع، لكن يوم القيامة فات الأمر، حلت الحسرة والندامة وذهبت الفرصة، ولم يبق للإنسان أي وقت للتدارك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قضي الأمر، ليس هناك تدارك ولا استدراك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة أي كانوا في الدنيا في غفلة، أما يوم القيامة كشف غطاء الغفلة ورفع حجابها. لقد كنت في غفلة من هذا أي في الدنيا فكشفنا عنك غطاءك، أي يوم القيامة كشف الغطاء رفع حجاب الغفلة فبصرك اليوم حديد، لكن في وقت لا يمكن للعبد أن يتدارك فيه شيئا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، عندما يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وقضى الله جل وعلا بين الخلائق ويؤتى بعد ذلك بالموت على هيئة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار، فيتحسر أهل النار حسرة شديدة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، ثم يقول الله
أو ثم ينادي مناد يا أهل الجنة، قال فيشرئبون أي يتطلعون وينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. قال ثم يؤتى، ثم ينادي يا أهل النار، قال فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. قال ثم يؤمر به فيذبح، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. قال ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال وأشار إلى أهل الدنيا وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، فأي حسرة أعظم من هذا؟ وأهل النار كان لا يزال في قلوبهم شيء من الأمل أن يموتوا ليستريحوا من عذاب النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فعندما يذبح الموت ييأسون ويتحسرون، ولكن في وقت لا تنفع فيه الحسرة. يا معشر المسلمين، إن في القيامة لحسرات، وإن على الصراط لزفرات، وإن الحسرة يومئذ حسرات لا حسرة واحدة. يوم القيامة الحسرات كثيرة، ولذلك سماه الله يوم الحسرة لكثرة ما يحصل فيه من التحسر، حتى المقصرون من أهل الإسلام يتحسرون. ليست الحسرة خاصة بالكفار في ذلك اليوم، بل إن الحسرة لتصيب المفرطين المقصرين من المسلمين في طاعة ربهم وعبادته. وقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من تلك الحسرات أو الأعمال التي يتحسر أصحابها على التقصير فيها يوم القيامة. وعموما فكل من قصر في أعمال صالحة كان يمكنه أن يعمل بها فإنه يتحسر عليها يوم القيامة. وقد ذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أمثلة من ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. سورة البقرة أخذها بركة، بركة عليك في نفسك وأهلك ومالك وولدك وعملك، وتركها حسرة في الدنيا وفي الآخرة. يتحسر العبد في الدنيا على تركها لأنه يحرم بركتها، ويتحسر يوم القيامة أعظم من ذلك لما يرى من عظيم الأجر لمن أخذ بتلك السورة قراءة وتدبرا وعملا. أخذها بركة أي في الدنيا والآخرة، تركها حسرة أي في الدنيا والآخرة. نعم معشر المسلمين، فهذا أو هذه صورة من صور الحسرة أو التحسر على الأعمال الصالحة يوم القيامة. ترك أخذ سورة البقرة، ترك تلاوتها، ترك تعلمها، ترك حفظها ونحو ذلك. وكذلك يا معشر المسلمين،
أصحاب مجالس اللهو والغفلة الذين يعمرون مجالسهم بالقيل والقال والخوض في أعراض الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أو لم يذكروه بالكلية. بنوا مجالسهم وما أكثر هذه المجالس في الناس، المجالس المعمورة بالكلام الفارغ والقيل والقال والخالية عن ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلك المجالس ستكون حسرة على أصحابها يوم القيامة، حسرة على أصحابها يوم القيامة. كيف يرون نتائج تلك المجالس؟ سيئات وذنوب ومعاصي وليس فيها شيء من الحسنات. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة، حسرة عليهم. يا معشر المسلمين، لنتنبه لهذا الأمر، فما أكثر ما نقع فيه: مجالس الغفلة، مجالس القيل والقال، حسرة على أصحابها يوم القيامة. مجالس لا يذكر الله فيها ولا يصلى فيها على نبيه عليه الصلاة والسلام، مجالس لا خير فيها، مجالس حسرة على أصحابها يوم القيامة. إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة يتحسرون. لو أن الكلام الذي دار في تلك المجالس كان في ذكر الله لاكتسبوا من ورائه حسنات كثيرة، لكنه ضاع عليهم وذهب هدرا، فجنوا من وراء ذلك الحسرات والعياذ بالله. صورة أخرى من صور الحسرة يوم القيامة على من كان من أهل الإسلام، من أخذ ولاية بغير حقها، من تولى منصبا ولم يقم فيه بحق الله ولا بالعدل بين الناس، هذا أيضا يكون عليه حسرة يوم القيامة. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة حسرة وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال العلماء: وهذا في حق من لم يقم فيها بحق الله ولا بحقوق عباد الله ولا بالحكم بين الناس بالعدل ونحو ذلك. إي والله ستكون حسرة عليه يوم القيامة، يأتي الناس متعلقين به يطالبونه بمظالمهم وحقوقهم، وهو يرى أفواجا من الناس كل يطالب بحقه، وأنى له أن يرد إليهم حقوقهم في ذلك اليوم، فما معه إلا التحسر والندامة، إذ لا حقوق بيده يردها إليهم، فيتحمل من أوزارهم وآثامهم وذنوبهم ويعطيهم من حسناته إن كان له حسنات. فأي حسرة أعظم من هذه، وهو يرى حسناته تذهب وسيئات تحمل عليه والنار تنتظره، عياذا بالله. النار تنتظر أهل الأوزار والذنوب والمعاصي، فهو يرى أنه يتهيأ لدخول النار فيتحسر حين لا ينفعه التحسر ولا الندم ولا غير ذلك. يا معشر المسلمين، لأن يخرج العبد من هذه الدنيا وقد تعب فيها وعاش عيشة الفقراء، خير له من أن يقدم على الله عز وجل وقد عاش عيشة الأغنياء والأثرياء ونحو ذلك،
يخرج من هذه الدنيا وهو محمل بالأوزار والذنوب، فلأن يتحسر في الدنيا خير له من أن يتحسر في الآخرة. يا معشر المسلمين، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الناس من أهل الإيمان وقد دخلوا الجنة يتحسرون على التقصير في الأعمال الصالحة في الدنيا، وهم يرون الدرجات العالية التي لم ينالوها بسبب تقصيرهم، فيودوا لو أنهم عملوا أعمالا صالحة يبلغون بها تلك الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء، أي من أمر الدنيا لا يتحسرون، لأن نعيم الدنيا مهما بلغ فليس بشيء بالنسبة لنعيم الجنة. ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، موضع العصا فقط، ما بالك بسائر النعيم. فأهل الجنة لا يتحسرون على ما فاتهم من الدنيا، ملذات وشهوات كلها ذهبت، وعوضوا بأضعافها وأضعافها بما لا مقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فعلى ماذا يتحسرون؟ ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها. هذه هي الحسرة التي يتحسرها أهل الجنة. فكل من قصر في عمل صالح في هذه الحياة هو قادر على فعله، فإنه يتحسر عليه ويتندم في ذلك اليوم، يوم الحسرة. فيا معشر المسلمين، ما دمنا في زمن المهلة فلنكن على استعداد للقاء الله، لئلا تصيبنا الحسرة والندامة يوم القيامة. من صور الحسرة التي يتحسر عليها العبد يوم القيامة مصاحبة الأشرار، مجالسة الأشقياء، مصاحبة من لا خير في صحبته، ممن يلهيك ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة وعن طاعة ربك سبحانه. تلك الصحبة، تلك الألفة، تلك المحبة والمودة تتلاشى، تضمحل، تذهب، تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، وتبقى الحسرة والندامة. يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه. يعض أي حسرة وندامة، يعض على أصابع على يديه كلتيهما. في الدنيا إذا تحسر الإنسان على شيء فاته يعض أصبعا واحدة، فيقول عض أصبع الندم، لكن يوم القيامة لعظم الحسرة يعض يديه معا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا، أي ليته اتبع طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فما الذي صرفك ومنعك عن اتباعها؟ يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هنا الحسرة والندامة، فلان هو الذي شغله وصده وأغواه، فيتحسر يوم القيامة على صحبته ومجالسته، لكن هيهات، لا ينفع الندم في ذلك اليوم ولا تنفع الحسرة. خذ من أوزار الناس وأعطهم من حسناتك، ممن ظلمتهم أو اعتديت عليهم أو غير ذلك بسبب فلان من الناس. فالله الله في ألا نتحسر يوم القيامة، وأن نعمل لما ينجينا من تلك الحسرات. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجنبنا طريق الرداء. أقول ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، فكما سمعنا
أن يوم القيامة يوم الحسرة، يتحسر فيه المسلم المقصر المفرط في طاعة ربه سبحانه وتعالى. ولكن أعظم منه حسرة الكافر الذي كان بعيدا عن الله، الذي ترك الصلاة بالكلية، الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى، فحسرته أعظم وأشد. فبمجرد ما يرى قيام القيامة يتحسر حسرة شديدة. يقول الله جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في العمل لها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ألا ساء ما يزرون، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هل ينفع هذا التحسر؟ هل ينفع هذا التندم؟ لا والله، لا يغني عنهم شيئا، لا يجدي عنهم شيئا. طالما دعوا في الدنيا، طالما أرشدوا إلى طريق الخير، لكنهم أبوا أن يستجيبوا وأن ينقادوا وأن يطيعوا، فلا ينفع ذلك التحسر ولا ذلك التندم. من كان يعبد غير الله عز وجل، من كان يدعو غير الله، من كان يذبح وينذر لغير الله، من كان يشرك مع الله غيره، كان في الدنيا يحبه، لكنه يوم القيامة يؤتى به، يؤتى بالعابد والمعبود. فحينئذ يتبرأ كل واحد من الآخر، يتبرأ العابد من المعبود، ويتمنى يتبرأ المعبود من العابد، ويتمنى المعبود أن يتبرأ من عابده، ويجد تلك الشركيات وذلك الكفر بالله حسرات لا يستطيع دفعها ورفعها. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. انظر إلى أولئك القوم الذين يدعون من دون الله، أي شخص كان، شجر أو بشر أو حجر أو جني أو غير ذلك، يدعونه من دون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حب شديد. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. أين ذهب ذلك الحب؟ أين ذهب ذلك التعظيم يوم القيامة؟ قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة يرجع إلى دار الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سبحان الله، ذهب الحب وتلاشى واضمحل، وبقي التلاعن والتبرؤ، وصارت الأعمال حسرة على أصحابها، صارت عبادة غير الله حسرة على أصحابها وندامة في ذلك اليوم. وهكذا معشر المسلمين، تتحسر النفس المقصرة التي لم تتب إلى الله عز وجل في هذه الحياة من ذنوب ومعاص أو من كفر وشرك. ولذلك حذرنا الله عز وجل من تلك الحال فقال: أن تقول نفس، قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس أي يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كلمة عظيمة
تنبئ عن تحرق شديد في القلب عبر عنه اللسان: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كل من قصر وفرط سيقول هذه الكلمة يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما الذي فرطت فيه؟ قاطع الصلاة يتحسر: يا حسرة على ترك الصلاة. عاق الوالدين يتحسر: يا حسرة على عقوقي لوالدي. مسيء الجوار في حق جاره، الظالم المعتدي على حقوق الناس وأموالهم، والذي يظلمهم بغير حق، كل هؤلاء وغيرهم من العصاة والمجرمين الذين ماتوا دون أن يتوبوا إلى الله ينادون يوم القيامة بنداء التحسر والتندم: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فليحذر المسلم أن يكون ممن ينادي بهذا النداء يوم القيامة، وليتب إلى ربه وينيب قبل أن ينادي بهذا النداء: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذه عاقبة التواني والتفريط، حسرة وندامة ولوعة وأسى، إقرار واعتذار. ولكن بعد فوات الأوان، حين لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيا من أسرف على نفسه بكثرة الآثام ونام عن ذنوبه وعين الله لا تنام، إن ربك لبالمرصاد، فإلى متى الغفلة وطول الرقاد، وكل من فر منه فإليه عاد. وإلى متى يا عبد الله التواني، فإن الحياة دقائق وثواني. فما الذي يثنينا عن التوبة ويبعدنا عن الإنابة؟ أغرور بربنا أم الأمن من مكره أم اليأس من رحمته؟ فإن كان ذلك غرورا فإن ربنا يعاتبنا وينادينا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وإن كان ذلك الأمن من مكره فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإن كان ذلك اليأس من رحمته فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيا معشر المسلمين، البدار البدار قبل فوات الأوان وقبل الحسرة والندامة في يوم القيامة. يتحسر من ألهاه ماله، أو ألهاه ولده، أو ألهته زوجته، أو شغله أي شاغل من أمر الدنيا عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن الصلاة. من ألهته تخزين تلقات عن القيام لأداء ما افترض الله عليه، سيتحسر يوم القيامة. كل شيء يلهيك سيكون حسرة عليك يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني، أي هلا يقول هذا الكلام بحسرة وندامة، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال جماعة من أهل التفسير في قوله: لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قالوا: ذكر الله هي الصلاة، المراد بالذكر الصلاة. فإياك يا عبد الله أن يشغلك شاغل عن صلاتك مهما كان، ولو والله كانت أموالا عظيمة، فلا قيمة لها ولا وزن إذا ضيعت من أجلها صلاتك، فكيف بمن يضيع صلاته من أجل تخزينة أو من أجل دراهم يسيرة معدودة؟ هذه والله هي حقيقة الغفلة، وسيجني ثمارها في يوم الحسرة حين لا ينفع الندم. فالمقصود يا معشر المسلمين أن الله عز وجل سمى يوم القيامة بيوم الحسرة لكثرة ما يحصل فيه من التندم والتحسر. فالله الله أن نعمل لذلك اليوم
وأن نجد ونجتهد وأن نبتعد عن الأعمال التي تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، واهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وانشر بيننا رحمتك وانشر الأمن في البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.